هذه السنة كان القلم من بين أكثر الأشياء التي ركزت عليها سامسونج في هدفها الرائد الجديد جالاكسي نوت 9. What's up, New York City? حيث أضافت عليه عدة تحسينات أبرزها الزر المدمج الجديد والذي يسمح لك بالاتصال مع الهاتف عن طريق البلوتوث مما يمكنك من القيام بعدة مهام. مراجعة سريعة. في حلقة اليوم نستعرض 6 أشياء يمكنك القيام بها بقلم جالاكسي نوت 9. أولاً فتح الكاميرا والتقاط الصور. Matt, you want to join me? All right, here we go. Let's get in here. All right. 1, 2, 3. ستتيح لك التقاط العديد من الصور الجميلة عن بعد، أي بدون الحاجة أن يكون النوت 9 في يدك. فعلى سبيل المثال يمكنك تثبيت الهاتف في مكان معين والتقاط صور جماعية مع أصدقائك أو عائلتك دون الحاجة إلى التضحية بشخص ما ليقوم بالتصوير. كما أن صور السيلفي ستصبح أسهل خصوصا إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التقاط السيلفي بيد واحدة، حيث إن كل ما عليك فعله هو الضغط ضغطة مطولة على الزر الموجود بالقلم ثم ستفتح الكاميرا. بعد ذلك قم بالضغط ضغطة واحدة على نفس الزر وسيتم التقاط الصورة بنجاح. هذا ويمكنك أيضا تغيير أوضاع التصوير بسهولة عبر ضغطتين متتاليتين على الزر. ثانياً التحكم بالفيديوهات والأغاني كما هو الحال مع أزرار السماعات التقليدية، فقلم النوت 9 أيضاً أصبح بإمكانك من خلالها التحكم بالفيديوهات التي تشاهدها أو حتى بالأغاني التي تسمعها عبر الانتقال بينهم، بل ويمكنك أيضاً إيقاف وتشغيل فيديوهات اليوتيوب فقط بواسطته. ورغم أن كل هذه الأشياء ليست بالأمر الرهيب جداً إلا أنها مفيدة أكثر لمحبي سماع الموسيقى، حيث في حالة كان هاتفك بعيداً عنك لن تضطر إلى الذهاب إليه كل مرة من أجل تغيير الأغنية التي تسمعها. ثالثاً تقديم عرض. I've been controlling this presentation with my S Pen. في مؤتمر سامسونج أشار غونث هان وونغ أنه يتحكم بالعرض من خلال قلم النوت 9، وهي من المميزات التي ستفيدك كثيرا إذا كنت تدرس في الجامعة أو في الثانوية وتقوم بعروض كثيرة، حيث يمكنك إبهار الحاضرين بكونك تستطيع التحكم بالعرض بدون كمبيوتر أو بدون أي حركة منك. كل ما عليك فعله هو نقل العرض التقديمي على النوت 9 ومن ثم ربط الهاتف ببروجيكتور باستخدام أدابتر تايب سي، وهكذا يمكنك تقديم عرضك بسهولة والتنقل بين الصفحات فقط عن طريق الضغط على الزر الموجود في القلم. رابعا سرعة الشحن. بما أن القلم هذه السنة أتى بإمكانية الاتصال بالبلوتوث فبطبيعة الحال مدة الاستعمال ستكون محدودة جدا بسبب نفاذ البطارية، فمن البديهي أن لا يأتي بنفس مدة نفاذ بطارية النوت 9، حيث إن عمر بطارية القلم بالكاد يصل إلى نصف ساعة من التشغيل وهي مدة صغيرة جدا. لذلك في حالة أردت شحنه كل ما عليك فعله هو إرجاعه إلى مكانه في داخل الهاتف وسيتم شحنه بشكل كامل في أقل من 40 ثانية، أي أنه بمجرد أن تدرك أن القلم نفذ شحنه ستجد أنه قد تم شحنه من جديد بنجاح. خامسا التحكم بالتطبيقات. أشارت سامسونج في مؤتمرها أنها ستتيح للمطورين في نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة إمكانية دمج وظائف القلم مع تطبيقاتها، وهذا ما سيجعل له وظائف جديدة وعملية ومثيرة للاهتمام. والأمر لا ينحصر فقط على التطبيقات، بل نفس الأمر ينطبق كذلك على الألعاب، وهكذا فيمكن للقلم أن يحدث طفرة جديدة في طريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيقاتهم. سادسا وأخيرا المهام الكلاسيكية. المهام التي ذكرناها سابقا هي كل الأشياء التي يمكنك القيام بها عند ربط القلم بالهاتف بالبلوتوث، لكن غير هذا بطبيعة الحال يمكنك القيام بمهام القلم الاعتيادية كالرسم والكتابة والتحديد وما إلى غير ذلك من المهام التي سيكون من العملية أن تستخدم فيها القلم بدل إصبعك. كانت هذه 6 أشياء يمكنك القيام بها مع قلم S Pen الخاص بجالاكسي نوت 9. شاركنا رأيك حول هذه الخطوة التي قامت بها سامسونج تجاه القلم، ونلتقي في حلقة جديدة من رقم تي في.